السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتكلم في محاضرة اليوم إن شاء الله عن واحدة من المفاهيم الهامة جدا في الـ AI، اللي هي Decision Trees Classification، طريقة من طرق الـ Classification أو التصنيف. قبل هيك شفنا إحنا الـ Supervised والـ Unsupervised. حنتكلم اليوم عن Decision Trees. طبعا زيها زي أي خلينا نقول مفهوم أو algorithm أو مجموعة ألغوريثمات معينة تستخدم لأنواع معينة من التطبيقات. يعني مش كل التطبيقات بالفعل نستخدم فيها مثلا الكلاسيفيكيشن أو الكلاسترينج، ومش كل التطبيقات بالفعل نستخدم فيها الديسيجن تريز. كله بيرجع حسب طبيعة الانبوت داتا أو الداتا ست الموجودة عندنا، وهل بينفع يعني تعطيني accuracy أو اللي هي دقة كبيرة في الاوتبوت كأداء ولا لا. طيب بالنسبة لـ decision trees، طبعا بداية بدنا نتخيل انه احنا عندنا المثال التالي. بدنا نسأل هل الويذر او الطقس هل مناسب انه نطلع نلعب في الطقس الموجود حاليا ولا لا، بناء على مجموعة من الداتا ست الموجودة عندنا. هاي داتا ست طبعا يعني جمعها بطريقة ما، وبالتالي عن طريق الداتا ست هذه بنبدأ نعمل التري. إذا من الداتا ست بنعمل التري، التري هذه عن طريقها بنقدر احنا ناخد قرار على أي داتا جديدة جياني بعد هيك. هاي الداتا أكيد حتمشيني في فرع معين من هاي الأفرع، بالتالي بالنهاية باخد قرار. طبعا القرار اللي انا محتاجه الان هو حسب السؤال وحسب التطبيق الموجود، يس اور نو. يعني ممكن يكون تطبيق تاني محتاج مني مثلا بدنا نعرف قيمة شغلة معينة، هل هي 0 او 1. هي بالعادة بما انها decision tree او binary tree فهي حتكون فيها true او false، yes او no، 0 او 1. يعني بيكون عندي فقط القيمتين هدول. إذا بدنا يكون في قيم أكثر ممكن، ولكن حيكون طبعا التري أعقد من الشكل اللي احنا شايفينه. طيب بناء على الداتا الموجودة عندنا، وصل هو مثلا إلى تري معينة. هاي التري بعد هيك زي ما حكينا بيجيني أي نيو داتا. هاي نيو داتا اللي هو طبعا داي 1 داي 2 داي 3، هذه عبارة عن أرقام الأيام في الداتا اللي احنا جمعناها من الاول، واللي هي الخصائص تبعت كل يوم. يعني اليوم الاول كان الطقس فيه صني، وكان الرطوبة او الهيوميديتي هاي عالية، والويند الريح كان ضعيف. كان القرار في هذا اليوم نو. ليش؟ يعني بغض النظر احنا ما بندور ليش ولا لا، ولكن احنا بنجمع بيانات وبناء عليها بنمشي. في داي 2 كان sunny وكان برضو الرطوبة هاي وكان الويند سترونج، وبرضو كان القرار نو. بينما لما كان مثلا هاي شوفوا كيف sunny وكانت الهيوميديتي نورمال وكان الويند ويك، اخذنا قرار وقتها انه يس. فالبيانات هذه كلها احنا بنستفيد من الخصائص الموجودة هنا وبنبني منها التري شوية شوية. الهدف هنا انه احنا نعمل divide and conquer، divide تقسيم، يعني تقسيم لهاي الخصائص، وبعدين نصير نعملها تجميع split into subsets، اللي هي بدنا نحاول نقسمها الى مجموعات جزئية. ونسأل لكل خاصية موجودة، كل ما نقسم لخاصية ونفوت بالعمق لخاصية تانية نسأل هل وصلنا ل purity اللي هي يعني نسبة نقاء. نسبة نقاء يعني كل الأجوبة يس ولا كلها نو. لو كانت كلها يس احنا هيك بيور، لو كلها نو برضو بيور، فاحنا هدفنا في النهاية نوصل إما all yes أو all no. إذا وصلنا لا لبيوريتي هذه فخلص بنعمل ستوب في هذا الفرع، بنوقف اللي هي الفرع بناء التري تبعتنا. إذا لا بدنا نكمل ونشوف الخاصية اللي بعدها إيش بتأثر علينا، لحد ما نوصل في النهاية زي ما حكينا لا إما كله يس أو كله نو. حنشوف الآن طبعا إيش الشغل هذا كيف بنشتغله. تخيلوا معنا الآن بدأنا في الأول عند خاصية الأوتلوك. لو لاحظتوا عند خاصية الأوتلوك هو عدهم هيك كم واحدة معطياني نو وكم واحدة معطياني يس، لقى إنه في 9 يسز وفي 5 نوز. تمام، معناته مش بيور، اذا لازم نكمل في الافرع. طيب ايش في الافرع هو مكمل؟ هو راح كمل هنا عند مثلا الساني
اللي هي الخاصية الثانية، راح على خاصية الصني. تمام، في الصني راح اللي هو بده يعد، بده يشوف بعد الصني ايش الكم يس وكم نو. طيب الصني لحالها كم يس معطيانا وكم نو؟ لو لاحظتوا عندي هاي 1 2 3 ثلاثة نوز، وطبعا 1 2 وتو يسز، مظبوط هيك؟ تمام، تو يسز وثلاثة نوز. يعني حتى عند اذا كان الجو مشمس فهذا مش كافي انه انا اخذ قرار، لانه معطيني حتى هو مشمس مرات بيكون يس ومرات بيكون نو، لانه حسب اكيد خصائص تانية، معناته لسه احنا لازم نكمل في خصائص اخرى. عشان هيك حتى بعد الصني لازم نسأل في اللي هي الخاصية اللي بعديها اللي هي مين، الهيوميديتي. فبروح الان بشوف اذا كانت صني وهاي ايش بيعطيني، بيعطيني نو. صني وهاي بيعطيني نو. طب نكمل، صني وهاي برضو اعطاني نو، صني وهنا مش هاي، هنا عندي عفوا صني هنا نورمال مش هاي اعطاني يس، هنا صني نورمال اعطاني يس. اذا معناته اذا كان صني والهيوميديتي هاي بيعطيني نو دائما. فمعناته لو جينا كملنا على الهيوميديتي، تمام، لما تكون صني وتكون اللي هي الهيوميديتي هاي بيعطيني دائما نو. فعندي 3 حالات، إذا كانت هاي أعطاني فيها نو ولا مرة أعطاني فيها يس، هيك أنا وصلت لبيوريتي. تمام، في نسبة نقاء هنا، إذا بوقف أنا هنا عند الهيوميديتي، بوقف ما بكمل أروح أفحص اللي هي الويند مثلا الريح، لا خلص عند الهيوميديتي أنا أعطاني نسبة نقاء، فخلص ما بكمل على الخاصية اللي بعدها. أنا بحكي بالنسبة لأي فرع، طبعا للفرع تبع الصني. اذا sunny و humidity، ولقينا انه لما يكون humidity و normal فهو دايما بيعطيني yes ولا مرة اعطاني no. بنفس الطريقة هيك انا بوقف عند هذا الفرع. طيب هذا الفرع تبع السني. طب اذا كان مش sunny، اذا كان مش مشمس، اذا كان overcast، اذا كان overcast لاحظ هنا هو من البيانات انه دائما اذا كان overcast فهو دائما بيعطيني yes، القرار دائما يس. اذا مش محتاج حتى انه يروح يفحص اي خاصية اخرى، فاعطاني هنا بيور، عشان هيك على طول وقف عند خاصية الاوفر كاست، انه هي خلص مجرد ما تكون اوفر كاست معناته انه هو دائما بيعطيني يس، مش مشاكل عنده، يعني ما بيطلع على اي خاصية من الخصائص التانية. بالنسبة للرين بنفس الطريقة، بيرجع مرة تانية بشوف هنا في الرين اذا كانت رين، فهنا هو معطيني 1 2 3 يسز، 1 2 وتو نوز. فمدام هيك اذا هو مش لازم يوقف، معطانيش بيور، اذا لازم يكمل على باقي الخصائص. فهو بروح بتطلع بشوف لما تكون رين وهاي، اذا كان هيوميديتي رين وهاي بيعطيني يس. طب رين ونورمال برضو اعطاني يس، معناته الهيوميديتي هذه مش حتأثر عليه. تمام، يعني سواء الهيوميديتي كانت هاي او نورمال فهي مش هتأثر على القرار. إذا مين اللي بيأثر على القرار؟ بروح بتطلع على الصفة الثالثة بشوف هل بتأثر على قرار الرين ولا لا. هي رين ويك، رين ويك أعطاني يس، تمام، رين وسترونج أعطاني نو، رين ويك أعطاني يس، تمام، رين وسترونج أعطاني نو. إذا من البيانات هذه هو هيك عرف إنه إذا كانت رين ويك فهي دائما بتكون يس، لكن اذا كانت ترين وسترونج فهي دائما بتكون نو. فاذا مين اللي بيأثر عليه الان؟ اللي هي الويند وليس الهيوميديتي. اوكي، طبعا احنا في كل مرحله من هاي المراحل، احنا طبعا الان داتا ست قليله، قدرنا بالنظر نشوف وين كيف ممكن اطلع البيوريتي او لا، لكن في المسائل الواقعية الكلام بيكون هيك، بيكون في عندي طبعا بعض الحسابات لازم نعملها عند كل تشايلد من هدول التشيلدرن، عشان نعرف مين بعد هيك الخاصية اللي أنا حستخدمها أو الفيتشر اللي أنا حستخدمها وأبدأ بناء عليها أبني التري تبعتي. حنشوف كمان شوية. إذا بعد الرين عندي الويند، إذا كانت الويند ويك بيعطيني دائما يس، إذا كان الويند سترونج بيعطيني دائما نو. فبالتالي هيك بتكون التري تبعت صارت جاهزة. الآن أي نيو داتا بتجيني، هو معطيني هنا داتا إذا كانت رين والهيوميديتي هاي والويند ويك، فبسألني يس ولا نو، نقول له يس ولا نو. إحنا هنا إيش هنحكي له؟ طبعا هنحكي له على طول أنت هيك حتروح على أي برانش، حتروح على الرين،
تمام. والويند ويك بناء على المعطى اللي عندك رين، والويند ويك، اذا انت حتروح على هذا الفرع. هذا الفرع ايش بحكي لي، يس ولا نو؟ دائما يس، اذا حقول له يس مباشره. اوكي، اذا توكل على الله واطلع. ماشي الكلام؟ هذا بالنسبه للديسيجن تري، هيك مثال بسيط بس فهمنا فيه. بناء على داتا ست بتكون احنا جمعينها، بنبني منها تري، وبعد هيك بناخذ اي قرار، عشان هيك اسمها ديسيجن، بناء على التري اللي احنا بنيناها. طبعا يفترض انه يكون الداتا ست نوعا ما، يعني ما يكونش فيها كتير ايرورز، ما يكونش فيها اللي هي ممكن نسميها كونفليكتس، يعني يكون في تضاد في البيانات. يعني ما ينفعش يوم نلاقيه مثلا من ضمن البيانات الموجوده يوم يكون ساني وهاي ويك ومعطيني يس، وساني وهاي ويك برضو ومعطيني نو. هيك في تضارب في البيانات، فبيكون في ايرور. فهذا طبعا بدها تفوت لسه مرحله تصفيه البيانات، ومن ثم ندخلها على الديسيجن تري. هذا الكلام كله يعني يفترض في الداتا مايننج تكونوا درستوا ده الكلام. احنا هنا بس بدنا زي ما حكينا الاي اي مفاهيم اساسيه بشكل عام، نفهم بس ايش كيف طريقه التفكير عشان نكون غطينا كل المفاهيم. ولكن الطريقه الصحيحه لبناء ديسيجن تريز وقراءة الداتا ست هي بتفوت في مراحل كثيرة، منها التصفية، ومنها بعد هيك حسابات الانفورميشن جين والانتروبي وهاي الأمور، عشان نقدر نقرر في كل نود مين التشايلد اللي أنا حفحصه. يعني ليش هنا نيجي ممكن نسأل سؤال، ليش ما فحصنا الهيميديتي مش الويند؟ هذا الكلام بناء على حسابات معينة. أوكي، هذا برضو مثال احنا مش حنفوت فيه، بيحكي لي انه كيف ممكن يعني بطريقة تانية نروح نحط اللي هي الخصائص بهذا الشكل، ومش شرط نكون دائما بنفس الطريقة اللي شفناها قبل شوية. فطبعا اكيد حتعطيني طريقة تانية في التصنيف، فلذلك احنا يعني حنفوت على طول على البارت اللي بعده اللي هو الاي دي 3 algorithm. الاي دي 3 algorithm هي عبارة عن خوارزمية من خوارزميات الديسيجن تري. هاي الخوارزمية تستخدم في الديسكريت فاليوز. ايش يعني ديسكريت فاليوز؟ اللي هي القيم اللي بتكون فيها ممكن نقول يس او نو. زي مثلا ساني، لما نقول الجو مشمس، ساني ولا مش ساني؟ اكيد حنقول يس ولا نو، ما فيش بين البنين. لكن في عندي امثلة، لما نقول مثلا الوزن، هل الوزن اكبر من 50 ولا اقل من 50؟ احنا ما سألنا اكبر من 50. لو قلنا الوزن بين 20 وال30 تختلف لما نقول اكبر من 50 او اقل من 50. لو قلنا اكبر من 50 او اقل من 50 حيكون الجواب يس اور نو. لكن لما نقول الوزن بين 20 وال30، اذا انا حفحص هنا قيم كل القيم الواقعة بين 20 وال30، اذا كان القيم واقعة بينهم فانا ساعتها بقول انه يس او نو. تمام يا جماعة؟ فهذه بتفرق. فالاي دي 3 انا مش حفوت في هاي، عبارة بسيدو كود تبعها مش حنفوت فيه. هو عبارة عن خوارزمية من الخوارزميات الخاصة بالديسيجن تريز في الديسكريت فاليوز. طيب بالنسبة للكونتينيوس فاليوز، زي ما حكينا قبل شوي مثلا الايج العمر، بدي اسأل عن العمر بين 20 وال30 ولا لا؟ تمام، هاي بنسميها continuous variables او continuous values، زي العمر والوزن زي ما حكينا. هذه لها طبعا الجوريثمات او خوارزميات خاصة. اشهر خوارزميات المستخدمة اللي هي C4.5 و C5.0. هدول الخوارزميتين من اشهر الخوارزميات الموجودة اللي تستخدم في الديسيجن تريز، ولكن مختصة بالcontinuous values. اوكي، بالنسبة للانتروبي والانفورميشن جين حنعرفهم، ولكن مش حنفوت في طريقة حساباتهم، لأنه يعني أنتوا أكيد تم تغطية المفاهيم هذه أو طريقة الحسابات هذه في مساق الداتا مايننج، أو حيتم تغطيتها طبعا. فإحنا هنا بس مجرد حنمر عليهم ونعرفهم، اللي هو هدول الانتروبي والانفورميشن جين من أهم الـ يعني الفاريابلز اللي من خلالها بنحدد احنا من اي خاصية نبدأ. يعني التري اللي قبل شوية شفناها في المثال، الروت تبعها كان الاوتلوك، طب انا ليش ما بديت بالويند؟
مبادئ بالهيوميديتي. هذا الكلام بيحدده الحسابات اللي احنا حكينا عنها، المتغيرات اللي بنحسبها بالاول وبنشوف مين اكثر متغير بيعطيني افضل انفورميشن جين، يعني البيوريتي فيه او نسبة الصفاء فيه ممكن اوصلها بشكل اسرع، فبالتالي بصير التصنيف اسرع. انا بهمني ما ابنيش تري تكون ضخمة، احنا بدنا تري تكون عادية جدا، ما تكونش كبيرة جدا، بحيث انه لما نيجي نصنف اي نيو داتا تصنف لي اياها بشكل سريع. ايش يعني انتروبي؟ انتروبي tells us how much a set of data is pure or impure. يعني ببساطة الانتروبي هو عبارة عن متغير بيوضح لنا او عن طريقه بنقرأ قديش الداتا تبعتنا نسبة البيوريتي تبعتها، هي نسبة النقاء تبعتها قديش. تمام. طيب طبعا لطريقة في الحساب، هذا الكلام كله مش زي ما حكينا مش هنخوض فيه لانه اكيد بتم تغطيته. ايش الانفورميشن جين؟ في فرق بين الانتروبي والانفورميشن جين. الانفورميشن جين عبارة عن اللي هي نفس الشيء، هي بتقيس برضه البيوريتي ولكن تطلع على الداتا كلها مع بعض. يعني الانتروبي كانت بتقيس البيوريتي أو نسبة النقاء at each node، على كل نود، كل ما نوصل لنود معينة بنروح بنحسب قيمة الانتروبي، وبعدين بناخد أو بنقرر بعديها مين الخاصية اللي أنا هكمل فيها. بينما الـ information gain looks at all nodes together، يعني بتطلع على كل النودز مع بعض، يعني حتى بعد ما نخلص كل اللي هي التري تبعتنا بنروح نحسب الـ information gain قديش تبعتها كلها، وبنشوف هل القيمة هذه أعطتني أداء معين مقبول ولا لا. طبعا احنا حنحسب أكثر من مرة على أكثر من خاصية، وبالتالي في الآخر بناخد أو بنختار الخاصية اللي بتعطيني أعلى information gain. برضو هنا في عندي حسابات مش حنخوض فيها. هذا مثال كامل اللي هو نفس المثال اللي احنا حكيناه، أعطاك الداتا سيت وأعطاك اللي هو الخيارات، طبعا 3 خيارات ممكن تبدأ من هاي أو من هاي أو من هاي، طبعا كل واحدة فيهم رح حسب لها إيش الانتروبي وإيش الانفورميشن جين تبعها، وبالتالي في الآخر بده يحسب أو بده يقرر مين أكتر واحدة فيهم أعطتني أفضل قيمة في الانفورميشن جين، وبالتالي في النهاية بيبدأ من عندها. تمام. عشان هيك هو طبعا أخذ قرار إنه الأوتلوك هي أفضل خاصية يبدأ من عندها. أوكي، هذا زي ما شايفين كله عبارة عن مثال كامل. تمام. البروبلمز هنا إنه لو عندي مثلا الداي أو الداتا اللي جياني داتا طبعا كانت كلاسيفاي نيو داتا، يعني مش قادر أنا أصنفها لأنه كانت الدايز الموجودة عندنا مثلا كل داي لحاله بعطيني يس او نو. يعني اعطيكم مثال انا هيك قريب، لو كان انا باجي بصنف مثلا الطلاب، مجموعة طلاب اصنفهم انا حسب تصنيفات معينة مثلا حسب الاطوال او حسب الاوزان. طيب لو جيت حكيت بدي الطلاب اللي مثلا طولهم بين ال 160 ل 180 في مجموعة، والطلاب اللي فوق ال 180 مثلا في مجموعة تانية، هيك بقدر اصنف فيش مشكلة. لما تيجي يجيني اي طالب جديد ما علي إلا إني أقيس طوله أشوف هل طوله بيقع في المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية. ولكن لو جينا صنفنا الطلاب كل طالب لحاله، يعني حكيت الطلاب اللي طولهم 160 في مجموعة، الطلاب اللي طولهم 161 في مجموعة، الطلاب اللي طولهم 162 في مجموعة، تخيلوا. طيب لو إجاني طالب طوله 165 وما فيش ولا مجموعة قبله تم تصنيفها اسمها 165، وين حيتصنف الطالب الجديد هذا؟ مش حيلاقي تصنيف، فبالتالي هذه مشكلة اسمها overfitting، حنحكي عنها كمان شوي إن شاء الله. هذه المشكلة بتظهر لو إحنا صنفنا بشكل دقيق جدا، يعني خلينا المجموعات specific أو خاصة لدرجة إنه صار وكأنه كل واحد في مجموعة لحاله، فبالتالي أي داتا حتجيني بعد هيك مش حتلاقي المجموعة اللي ممكن تستوعبها، لأنه فيش 2 طلاب عندهم نفس الخصائص تيبيكال 100%، فحنلاقي إنه في عندي مشكلة في التصنيف. هذه المشكلة بتظهر زي ما حكينا
إذا كان إحنا صنفنا بزيادة، the more we split، كل ما قسمنا أكثر، كل ما وصلنا لأكيوراسي أو دقة أكثر، ولكن إيش حتكون المشاكل؟ التري تبعتنا الشجرة حتكبر كتير، تخيلوا كل طالب بخصائصه، بكل اللي هي الخصائص الخاصة فيه، في تشايلدز لحاله، تشيلدرن لحاله، وكل واحد فيهم ماخذ فرع لحاله، هيك حتكبر التري طبعا بشكل كبير جدا. إذا هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية إنه إحنا دخلنا في مور سبيسيفيك ديسيجن تري، يعني صار عندي القرارات كتير متخصصة، هيك طبعا حتأثر على إيش؟ على بعد هيك اللي هي التصنيفات الجديدة، أي داتا جديدة جياني مش حتلاقي لها مكان، لأنه ببساطة التري ما شفتهاش قبل هيك، شايفين didn't see before، ما شفتها قبل هيك. إذا الألغوريثم إذا صارت too specific، خاص متخصصة بزيادة، الداتا بعد هيك مش هنقدر نعمم اي على اي داتا بعد هيك، فبالتالي هيك بنكون دخلنا في مشكلة اسمها اوفر فيتنج. اذا تعريف الاوفر فيتنج انه احنا دخلنا في الجوريثم تو سبيسيفيك وتو اكيوريت، كان ممكن نسميها يعني تخصصية بزيادة ودقيقة بزيادة، فبالتالي اي داتا جديدة جاية مش هتلاقي لها مكان، لانه هي ببساطة ما مرتش على التري قبل هيك. اوكي، إذا الأوفر فيتنج تظهر لما إحنا نكون بنحاول نعمل موديلينج أو نحاول نعمل تقسيم أو تصنيف بيرفكتلي، بشكل بيرفكت، بشكل يعني متطابق، فطبعا ما بنفع هيك، إحنا حنخسر الجنراليزيشن اللي هو التعميم، حنخسر المجموعات إنه يكون فيها يعني عناصر كتيرة، لا هيك حيصير كل مجموعة فيها عنصر واحد أو اثنين، هذه طبعا بنخسر فيها عملية التعميم، وبالتالي أي زي ما حكينا موديل أو أي انبوت بعد هيك حيكون ملوش مكان. عشان نحل الموضوع هذا لازم نستخدم validation test، حاجة اسمها validation test، لأنه احنا ما بنضمنش، ممكن أنا أصنف مجموعة من الداتا اللي هي training data أو الداتا set، وأكون دخلت فعليا في الأوفر فيتنج، كيف أتأكد أنه أنا تخلصت من الأوفر فيتنج؟ باستخدام الفاليديشن تيست اللي هو اختبار التحقق. اختبار التحقق هذا يا جماعة بصير على مرحلتين، يعني ممكن نعملها قبل أصلا ما نبدأ بالتصنيفات، أثناء يعني شغلنا بالتري، أو بعد ما نخلص التري تماما ونبدأ بالتصنيف. الطريقة الأولى اللي بنسميها pre pruning، بري يعني قبل، تمام، بروننج اللي هو قطع، بدنا نبدأ نعمل قطع للتري، لأنه التري إحنا الآن صارت عندنا ضخمة جدا، فبدناش نكون دخلنا في عملية الأوفر فيتنج أو مشكلة الأوفر فيتنج. فشو بنسوي؟ يا إما بنعمل بري بروننج اللي هي ما قبل زي ما حكينا، هذه طبعا ممكن نعملها عن طريق معايير معينة، لو وصلنا واحد من هذه المعايير أو اثنين منهم أو ثلاثة منهم، تمام، فاحنا ساعتها لازم نتوقف عن عملية ايش؟ البناء. تمام، ايش المعايير اللي احنا لازم نتوقف عندها؟ رقم واحد maximum depth reach، يعني انا قبل ما ابدأ ببناء التري خلاص، بناء على الداتا الموجودة، بناء على مجموع المجموعات اللي انا حابة اصنف لها، بناء على عدد الداتا ست البيانات الموجودة فيها، بروح بحدد اللي هو depth، العمق الأقصى عمق ممكن أوصل له عند بناء إلى التري. لو وصلت العمق هذا ولسه في تصنيفات ماشية بقدر أنا برضو أصنف وأقسم بزيادة، لا بتوقف عند هذا العمق عشان أتجنب مشكلة الأوفر فيتنج. إذا هاي المعيار الأول. المعيار الثاني إنه إحنا لو لقينا إنه في البرانشز، في الأفرع، لقينا إنه العناصر الموجودة في كل فرع صارت أقل من عدد معين أنا بكون محدد بالأول، يعني حسب طبعا عدد السامبلز أو العينات اللي عندي، لو كانت عندي العينات الانبوتس اللي عندي مثلا 50 عينة وبدي أصنفهم، المنطق بيقول إنه لو في كل فرع وصلنا ل مثلا من 5 ل 6 عينات خلص ستوب، أقل من هيك حتكون دخلت في الأوفر فيتنج، صار في تخصصية زيادة، فإحنا بدنا نصنف لكن ما بدنا نصنف بحيث إنه في الآخر ألاقي إنه كل فرع أو كل مجموعة عندي صار فيها عنصر أو اثنين أو ثلاثة، كتير قليل هيك، فلازم إحنا
نتوقف لما نلاقي إنه في الأفرع صار عندي عدد العينات كتير قليل. المعيار الثالث اللي هو البنفيت أو الفائدة من التقسيم، لو لقيت إنه الفائدة من التقسيم اللي هي الفائدة، فائدة دي برضو عبارة عن متغير ممكن حسابه أثناء التقسيم، هاي الفائدة لو أنا لقيت إنها برضو نزلت أقل من عدد معين أنا بكون محدد بالأول، ساعتها بعرف إنه لازم أتوقف عن عملية التقسيم وبناء التري. أوكي يا جماعة، هيك إحنا بكون حددنا المعايير اللي إحنا بنتوقف عندها يعني عن التقسيم الزائد عن حده. أوكي، البوست برونينج اللي هي العملية هذه القبلية، في عملية البعدية يعني بعد ما نبدأ نعمل التري عملناها بشكل كامل وطلعت معانا تري كاملة وضخمة، ويعني الله أعلم حكون دخلنا أوفر فيتنج أو لأ، لكن إحنا كيف ممكن نعمل؟ لازم نعمل بعديها حاجة اسمها فاليديشن تيست. إذا البري بروننج إنه إحنا نتوقف أثناء البناء عند المعايير هذه، البوست بروننج لا، إحنا نبني التري كاملة وبعد هيك بنعمل حاجة اسمها فاليديشن تيست. كيف بنعمل الفاليديشن تيست؟ بنعمل بالطريقة اللي حنشوفها الآن، اللي هو البيانات اللي عندنا بنروح بنقسمها ل تريننج سيت، تمام، تريننج سيت وفاليديشن سيت. احنا عارفين انه اي بيانات عندنا، البيانات الكامله هي الكامله هذه اللي اسمها دي كابيتال، احنا دائما ايش كنا نقسمها؟ دائما ل تريننج ولا تيست. اوكي، تريننج يعني احنا بنعلم الخوارزميه عن طريق التريننج هذه، خلصنا وتعلمنا وجبنا كيف طريقه التصنيف، بنروح بنعمل بعديها على ثلث البيانات الباقيه بنعمل عليها عمليه تيست. والله إذا بالتريننج اللي إحنا عملناه قدرنا نصنف البيانات اللي هنا صح، إذا التصنيف تبعي كله صحيح، ولكن إذا كان نسبة الخطأ كبيرة بنعيد عملية التريننج مرة تانية لحد ما نوصل لتريننج يعطيني في الآخر نسبة إيرور مقبولة. هذا الكلام أخذناه قبل هيك وحكينا فيه. لكن إذا إحنا مستخدمين الديسيجن تريز وما بدنا تكون وعملنا تري كبيرة وما بدنا نفوت في الأوفر فيتنج بنتأكد، فالتريننج ست نفسها يا جماعة بنقسمها كمان لثلثين وثلث، اللي هو ثلثين تريننج ست اللي هي العادية هنشتغل عليها تريننج عادي، والثلث الباقي حيكون فاليديشن. فاليديشن بمعنى تحقق، يعني كل ما نعمل تريننج بنعمل تحقق، والله وصلنا ل اللي هي نسبة إير مقبولة هنا، ساعتها بنرجع كمان مرة بنعمل تيست. يعني كأن هيك ايش بنعمل احنا؟ التيست بنعمله مرتين مش مرة واحدة، هيك بتأكد انه التصنيف تبعي صحيح. اوكي، هذا بنسميه البوست بروننج، او هي العملية اللي هي بعد بناء التري عشان اتأكد انه احنا عملنا افويد او تحاشينا موضوع الاوفر فيتنج، تمام. طبعا سمى التريننج ست دي تي، الفاليديشن ست دي في، والتست ست دي تي سمول طبعا، وهذه تي كابيتال للتريننج. اوكي، زي ما حكينا دائما بنقسم بيانات لثلثين وثلث، هي الطريقه الشائعه يعني في تقسيم البيانات عشان نعمل تريننج على الثلثين والفاليديشن على الثلث طبعا، والتست الاخير على الثلث الباقي من باقي البيانات. طبعا زي ما حكينا الفاليديشن عشان نوصل لايرور معينه، هاي الايرور لازم تكون مقبوله، اذا كانت مقبوله بنروح بنعمل كم مره اللي هي التست على البيانات الباقيه، ولازم برضو تكون الايرور فيها مقبوله. هذا كان بالنسبه للاوفر فيتنج والبرونينج، كيف بنحلها باستخدام البرونينج. الان بالنسبه للكلاسيفاينج للكونتينيوس او النمريكال فاليوز، ممكن تجيني انا مسائل بهالشكل، اللي هو يكون عندي مثلا تري، او عفوا تكون عندي المسألة بهالشكل، اللي هي عندي الاكس بدنا نيجي ان احنا نقارن قيمة الاكس على الاكس 1 والاكس 2، عندي محورين. طيب في عندي بيانات محصورة في المنطقة اللي هي A، وفي بيانات في المنطقة B، في المنطقة C و D و E، هدول يا جماعة بسميهم اللي هي الـ continuous values أو continuous attributes، لأنه بتلاحظوا إنه في لما يكون الـ x قيمته أكبر أو عفوا أول حاجة أقل من القيمة هذه، يعني الـ x هنا موجود تمام،
بقدرش أصنفه على طول، لازم يكون الإكس أقل من هذه القيمة وكمان أقل من هذه القيمة، في هاي الحالة بصنفه في المنطقة A. لكن إذا كان أكبر من هاي القيمة وفي نفس الوقت أكبر من هذه القيمة، هنلاقي إنه في جزء منه في السي وفي في البي، تمام؟ طب كيف المحصور في السي وين موجود؟ اللي في السي حيكون أكبر من القيمة هذه وأقل من القيمة هذه، تمام؟ وفي نفس الوقت حيكون بين القيمة هاي وبين القيمة هاي. طبعا الكلام هذا يا جماعة يعني بده شغل شوية حسابات وإحصاء، خلينا نقول نوعا ما جبر كمان بدخل في الموضوع، فبس كنت أوريكم بس مثال إنه ممكن تجيني مسائل فيها تداخل في البيانات بهالشكل، عادي جدا ما يعني تتحول لتري بشكل طبيعي جدا وبصير فيها ديسيجن. يعني لو جينا هنا حنلاقي إنه أنا وصلت انه القيمة هذه بتيجي في الاي، لكن القيم الثانية لانه فيها تداخل فحنلاقي بس انه الافرع عندها بتزيد شوية، فالامر محلول بصير بتري معينة ولكن بده شوية تركيز. هذا الكلام مش مطلوب معنا، بس مجرد عشان بس تفهموا انه في حاجة عندي اسمها continuous attributes وبرضه بنقدر نعمل منها decision trees. اوكي، آخر حاجة بدنا نحكي فيها اللي هي إيش هي الحاجات الكويسة أو الميزات في decision trees. أول إشي إنها مفهومة، يعني الإنسان لو مشي على أي decision tree تمام بيقدر يصنف بشكل مباشر، تمام. الشغلة الثانية easy handles، يعني نوعا ما سهلة في التعامل، خاصة في الأتريبيوتس اللي بتكون القيمة تاعتها صفر، تمام. يعني هي القيمة جاية بين اليس وبين النو، خلينا نقول، ففي هاي الحالة ممكن احنا نتعامل معاها بناء على القيم الثانية، يعني حتى لو كانت قيمتها صفر بنطلع على الاتريبيوت الثانية او الخصائص الثانية ومنها بقدر اصنف. الميزة الثالثة انه بنلاقي انه سواء خاصة لو عملنا بروننج، البروننج حكينا عنه قبل شوي اللي هي قطع في التريز، يعني انه احنا نعمل عمق محدد للتري، بالتالي حلاقي التري صارت عندي كومباكت. شلون كومباكت؟ مضغوطة، فكل ما كانت التري قدامي مضغوطة وأنا شايفها كلها وقادر أصنف حتى لو بالنظر، هيك بتكون هذه بالنسبة إلي ميزة. ولكن كل ما كانت التري ضخمة جدا وصعب فيها التصنيف، بنلاقي طبعا الموضوع صار يعني مش ميزة، صار عيب موجود في ديشن التريز. عشان هيك احنا بنعمل دايما برونينج، بنحاول نخلي عدد النودز او التشيلدرن في تري معينه عدد محدود. فيري فاست في التستنج تايم، لانه احنا خلاص عملنا التري في التريننج وعملنا فاليديشن، ففي التستنج تايم يلا لما نيجي نعمل تصنيف لاي داتا تانية بنلاقيها على طول الداتا الجديده هذه تدخل على التري، بتعرف وين المسار اللي حتمشي فيه بشكل مباشر، لانه خلاص انبنت التري وانعملت كل الافرع اللي فيها، فهي حتمشي فقط على الفرع حسب الخاصية الموجودة فيها، عشان هيك هي very fast. ولكن أكيد كل حاجة فيها ميزات أكيد فيها عيوب. limitation أو العيب الأول إنها greedy، يعني greedy يعني طماع، احنا حكينا قبل هيك. طبعا الطمع هنا ليش؟ لأنه ممكن ما نقدرش باستخدام الخوارزميات الموجودة احنا نوصل لأفضل تري ممكنة في التصنيف، يعني حتى التري اللي احنا ممكن نبنيها ممكن تصنف لي غلط، أو ممكن يكون في عندي تريز تانية أفضل في التصنيف، فمش دائما تعطيني اللي هو التري الأفضل. كمان شغلة الأتريبيوت أو اللي هي الخصائص اللي بتعطينا إياها مش دائما بيكون فيها values، يعني في بعض الأتريبيوت بيكونش فيها values، ففي هاي الحالة بيكون في عندي مشكلة في التصنيف. كمان شغلة الأوتبوت دايما عندنا زي ما حكينا yes or no. طب ماذا بالنسبة للcontinuous numbers زي ما حكينا اللي هي بين العشرين والتلاتين؟ طب أنا لو بديش إياها تكون بس yes ولا بديها تكون بس no، إيش ممكن نعمل؟ طبعا في هاي الحالة الديسيجن تري مش راح تخدمني. الترينينج داتا ممكن يكون فيها errors أو missing attributes، طبعا هذه يعني شغلة شائعة جدا إنه لما بنجيب داتا ست كثير من الداتا ست بنلاقي فيه بعض البيانات مفقودة أو مش موجودة أو ما قدرنا نجمعها أو فيها أخطاء أصلا، لكن الصح إن احنا نحاول نعمل فلترة وتصفية لهذه البيانات بحيث إنها ما تأثر على القرار أو على بناء التري
اللي احنا بنعملها، والا هيكون يعني ضروري ان احنا نجيب داتا ست تانية ونحاول برضو نزود فيه او نحط قيم افتراضية للميسنج اتريبيوتس. كمان شغلة، لو كان عندي uncertainty في الداتا زي ما حكينا، لو كان عندي مثلا يومين من الايام عندهم نفس الخصائص تماما، وواحد فيهم معطيني يس وواحد فيهم معطيني نو، طب هذه مشكلة، انا اوديه على اليس ولا على النو؟ فهذه ممكن تعمل لي يعني اشكالية في طريقة بناء التري اللي انا بدي اياه، طريقة التصنيف طبعا. فالصح طبعا في كتير حلول، في كتير خوارزميات نظريات في هذا الموضوع، اما بتجاهل واحد منهم او نشوف مين الاكثر شيوعا او مين الاكثر منطقية، يعني في كتير نظريات طبعا بتحاول تحل هذه المشاكل. هاي كانت بالنسبة للميزات والعيوب في ديسيجن تريز. آخر طبعا بارت 7، هذا مش مطلوب منا. هيك بنكون وصلنا لنهاية الشابتر الخاص بديسيجن تريز، يعني أرجو أن يكون واضح لو بشكل عام. الموضوع سهل جدا، داتا ست معطاة، بنحاول نمسك خاصية خاصية ونحاول نعمل تري بسيطة بناء على الداتا ست الموجودة. المحاضرة القادمة إن شاء الله حنبدأ في النيورال نتوركس.